بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الآن تقدر تبدأ يومك بلا خوف ولا تردد. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته. البارح كان خروج مرير يستاهل نادي الهلال، مبروك لكل الأصدقاء الهلاليين، هارد لك لكل جمهور العالمي جمهور الشمس، شكرا لكل النصراويين اللي وقفوا مع فريقهم، شكرا لكل اللاعبين اللي كانوا رجال في الملعب 90 دقيقة وهم واقفين في الملعب وجارون نادي الهلال وكانوا قادرين انهم يسجلون التعادل، لكن قدر الله ما شاء فعل. خطأ فادح من لجامي بداية المباراة، اللاعب رغم أنه عنده إمكانيات إلا أنه يعاب عليه الحماس الزايد الاندفاع الزايد. الكرة مش طناخة، انبرشت المرة الأولى والثانية والثالثة ومش أول مباراة يحدث معك نفس الأخطاء. لجامي أنت لاعب ممتاز، شاب صغير، عندك إمكانيات، لكن يعاب عليك الحماس الزايد. حاول تتلافى الأيام القادمة عشان ما تخسر مركزك في نادي النصر. كرة القدم تلعب بالعقل. شكرا لمدرب النصر اللي أمس أثبت أنه مدرب فعلا كبير، مدرب شجاع، ما خير شيء في التشكيلة رغم الطرد، سحب محور، خلى الفريق زي ما هو. الفريق حاول مرة مرتين على ملعب الهلال على مرمى الهلال، كنا نجيب التعادل. المدرب فعلا أثبت أنه مدرب شجاع، لكن أنا في خاطري كلام ودي أقول لإدارة نادي النصر شكرا. إدارة نادي النصر اللي صرفت ملايين الملايين عشان تكون فريق بطل بتكاتف من أعضاء الشرف، مد بلا 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 حدود منه رمز النصر الأمير خالد بن فهد الله يعطيه العافية. لكن يا جماعة الفريق مهما تعبتوا عليه الفريق يبقى مشلول. كرة القدم تلعب كمنظومة واحدة، إذا صار عندك ظهير زي سلطان الغنام يعتبر من أفضل الأظهرة في آسيا طالع نازل أوفرات والجنب الثاني مشلول. يا جماعة كرة القدم تلعب كمنظومة واحدة، لازم عندك ظهيرين يدافعون ويهاجمون في نفس الوقت. أما كل الأوفرات من عند سلطان الغنام، الجهة الثانية مشلولة تماما. مرة تجيب لاعب من الفرق المتوسطة في الدوري السعودي وتلعبه، مرة تجيب لاعب عندك مستواه يعني مستواه نازل وهابط بشكل كبير، مرة تجيب سنتر وتلعبه ويسوي أخطاء زي أمس وكرت أحمر ويخسر الفريق مجهود كبير. للأسف الشديد عندنا اعتقاد خاطئ أن اللاعب الفايف ستار المحترف الأجنبي اللي تصرف عليه الملايين يا يكون مهاجم يا يكون صانع لعب يا يكون سنتر. يا جماعة ليش ما نحط ملايين الملايين في ظهير أيسر؟ وإدارة النصر يعني ما تجهل هالشيء. عندنا مشكلة في الظهير الأيسر، الفريق مشلول. السنة اللي راحت طلعنا بنفس الخطأ من الظهير الأيسر واللي ما كان مكانه عوض خميس، رغم أن اللاعب هذا لاعب جوكر ما يتكرر في الدوري السعودي، لاعب فنان فنان، بس حنا يا جمهور نادي النصر اللي دمرنا اللاعب. الآن المشكلة تتكرر مع لجامي. طيب إدارة النصر بدل ما جبتوا انسلمو ولا المحترف الأرجنتيني السنتر جيبوا ظهير أيسر، لاعب عنده إمكانيات كبيرة، لاعب فايف ستار، أنت جايب سنتر أرجنتيني وعندك اثنين أفضل سناتر في الدوري السعودي يمثلون المنتخب وشفنا أدائهم مع المنتخب العمري ومادو. أذكر في فترة من الفترات الاتحاد جاب باولو جورجي ظهير برازيلي كسر الدنيا، أذكر الهلال جاب الظهير الكوري بهذل أم لعيبة الدوري السعودي، أذكر الأهلي جاب الشيف والمصري كان فنان بالسنتيمتر يلعب العرضيات. ليش حنا ما نجيب ظهير أيسر؟ جماعة ترى بطولة آسيا مش صعبة، صعبة من أول يوم الاتحاد صح، كان يروح يلعب في الشرق الذهاب ويجي في الغرب يلعب الإياب، كانت البطولة صعبة. الآن البطولة مش صعبة فحرام إنها تضيع منا. يعطيكم العافية وأعتذر على الإطالة، محروق من جوا ما عليش طولت عليكم. سلام عليكم والعالمية صعبة قوية، أيوة والعالمية صعبة قوية، أيوة والعالمية صعبة قوية، أيوة والعالمية صعبة قوية، أيوة والعالمية. طيب خلاص مبروك 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 تستاهلون خلاص. مبروك مبروك خلاص والعالمية. ما عليك يا ابو حشر مخلص. 10000 وين؟ 10000 وين؟ 10000 وين؟ وين 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 10000 الحين طلع.
ابو حتى هنا طلع سرعه الان تحدي الان قول له لا اله الا الله لا اله الا الله دعوه مسح لا 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 يا ابو حشر بس والله توطيها انت حلفت يا ابو حشر نعم والله توطيها اعطيك اياها على براد بريالين كفو يا ابو حشر كفو سرعه 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 من عندك انها تفتح النفس سرعه خلوها خمسة طيب ودعوا لا لا عشرة لا لا تشكر عدل عشرة لا عشرة حولها حولها بسرعة الآن بسرعة معوض خير يا ابو حشر معوض خير باقي باقي ما جاء شيء باقي باقي سرعة 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 أنت عشرتك عسل على قلبي عسل حتى النصر عسل على قلبي اسمعني اسمعني التحدي العدل اسمع اسمع حتى النصر وين يهزم يهزمك الله الحمد لله شوف يا ابو حشر شوف 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 لحظة سعيد الجلد سامح بندر فيه والله ما سامح ابو الماء اخذت 10 وفاز النصر والله ما تجي الرجال في الضرب والله لا لا تحدي 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 تقول ادعي عليك يا ابو الهجيت ودي على وجهك انا انا الخمتين انا الخمتين ثلاث ابو الهجيت الدعوه تحدي اسمع اسمع اخذت 10 وفاز النصر ايش عاد تبي ولازم اجلد الرجال ما لا والله لا جلد يا ولد احنا برا انا بالسعوديه اجلد يا عيال يا عيال دي مغبون من الجلد امس نعم هاي يا بندر وخمس عندي اسمع اسمع الفلوس اخذتها نعم هات والنصر تروح والجلد والله لا جلدك ما تقدر تجلد والله لا جلدك ان شاء الله يا رجال توكل والله لا جلدك ان شاء الله والله لا ادعي عليك والله حق حق تدعي علي ليش تدعي علي عشان ايش عشان اجلدك لا تدعي يلا اجعلك طيب يا ابو حشر طيب اني خايف من الجلد انت نصراوي وراسي مرفوع وتعال اجلد رجلك يا مسكين تعال رجلك تعال ما في طلب اجلد ما في طلب ما خنا ولا تجمع اكبر منك اجلد وادعم تاخذ مكان الخمس انت خمسة وخمس تاخذها لا لا اشكر الخمس ها مع انت ولد عمك تقول ولد عم حتى لو ولد عمي ما مريض الجلد انقلع الدم هو سند الجلد قال لك تتحدى علمك احنا مداشطات وشعره مكوره وشعره كلها كورة؟ بالله؟ غير عندك معلومات تعطيني؟ ما عندي ايش اسمه؟ فك 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 الحادية والربع بتوقيت ملقا الثانية عشر والربع بتوقيت السعودية رايحين نفطر بسم الله والله اني ما ادري فين افطر ما تدري وين تفطر مخلي ما شاء الله تبارك الله الفطور زين كلها زين ان شاء الله بس وقت فطور وقت شوي لا سعد مطاع شاورا يا رب يا ما جاك عندك رز والله انه مغري يا رجل اول مره اشوف املت بالطريقه هذه شوف الشكشوكه شوف المبروك شوف البركة هاي ابو حشر وش رايك والله اني في حيره من امري تلحوني توكلنا على الله على الشواية يا رجال ومعمي يا ابو ربيع يعرف اخر من وجه ما تعرف ايش الراس شوف 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 كنا الشوايل في قرقستان الحمد لله اللي اطعمنا واسقانا من غير حول منا ولا قوه توكلنا على الله يا ابو ناصر توكلنا على الله يا ابو ربيع مشانا من العارض على الصافي الماطور نهار السفر من لا يدنيه ما دنا دنا توكلنا على الله والله اللي يقضي الحاجات يسد وش يسد اللي يسد
الله ينعن الشعر اللي تعرف يا سعيد وينعن الشيخ اللي تعرفه وينعن امشي امشي تقول قصيد ولا امشي غازي نبلف اسبانيا كلها على قدم وساق. السنه 350 يوم. يقولون علماء الطقس عن ملقا 50 يوم هي الايام المتاحه فيها الامطار على ملقا، بينما 300 يوم شمس مشرقه على ملقا. ايش قاعد تسوي غازي؟ غازي طيري ايش قاعد تسوي انت يا غازي؟ ما تفكر دقيقه ايش قاعد تسوي انت؟ قل لي علم. هذا مثل خروفي خروفي لابس بدله صوفي. الساحة الكبيرة في ملقا تستخدم لمصارعة الثيران وإقامة الحفلات والمهرجانات المزدحمة. بالمناسبة مصارعة الثيران هي رياضة إسبانية قديمة تنافس شعبيتها شعبية كرة القدم. لحظة لحظة غازي ربيعي يشيلك لعشرين سنة من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، ما هديت الهدية والحين تهدي للمطيري. والله يا غازي كيف ما هديتك؟ انا مسمي وليدي فذت سبدي على اسمك. والله انا اغلى مملك سميته على اسمك. والله انا احرجني. تستاهل يا ابو ناصر تستاهل. عسى سعره ما بغالي. والله النغوي لكنه ما بغالي. تستاهل ابو ناصر تستاهل يا الامير تستاهل. بصراحه الازقه في ملقا كلام ثاني، لا من ناحيه الفعاليات والزحمه، لا من ناحيه تصميم البيوت.